عزيزي عزيزاتي وحبيبي حبيباتي، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من تعلم بيارو بالدارجة. الحلقة تاع اليوم ما عندها حتى علاقة بالكور، بغادي تتعلموا فيها لا بيانو ولا بغادي تتعلموا فيها حتى شي أغنية. اليوم غادي ندوي لكم على موضوع مهم جدا، اللي هو علاش كنمشيو شي حفلة أو لشي بيانو بار، أي بلاصة كيلعبوا فيها الموسيقيين اللايف، علاش كتجيك صداع. فلهذا اليوم بغيت نتكلم لكم على أربعة الحوايج اللي كيتسببوا لكم في الصداع في لي كلوب ولا في الحفلات ولا في الفيستيفال ولا في أي بلاصة مشيتوا ليها كيلعبوا فيها الموسيقى لايف. يلا معنا أبخي لانترو. خلينا نبداو بالأول. أول حاجة، مول البحال كيشري البحال أو لا كيكريه. أول حاجة ما كيدير خاصو يجلس ويخمم أشنو هو الكونسيبت اللي بغى يدير، ريستوران، بيانو بار، لونج بار، أو لا كيبغي يجمع كل شي في خطرة واحدة. ألوغ مول البحال اللي كيديسيدي بغى يدير الموسيقى لايف ولا أن جروب، خاصو أول حاجة يفكر في لانستالاسيون ديفينيتيف، سيتادير قبل ما يصبغ ويدير كل شيء خاصو يدوز لانستالاسيون كلها ديال لي جاك ديال تو ديال كل شيء باش ما عمرو باقي يمس الحيط. إلا بغى يدير لا ميوزيك لايف خاصو ديما يضرب الحسابات وبزاف. علاش؟ أول حاجة كنشوفو لوكال كيفاش داير، واش هو مربع أو لا مثلث أو لا كتلقى فيه لقنات هنايا مفتحين هاد البلاصة خارجة هاد البلاصة داخلة هاد البلاصة هاد البلاصة شوية بزحمة. بون ألوغ إذا كان المحل مربع كيكون مشكل خايب، وإذا كان قنت وعلى شكل بحال هكذا في القنات وخارج من هنا هاد العيبة من هنا وخارج شي حيط من هاد الجهة وفيه واحد القلت من هنا، هذاك كيكون شوية ساهل علينا باش نصوبو إيزولاسيون زوينة. في أي حال خصنا ولا بدا كنبداو بالإيزولاسيون. أشنو هي الإيزولاسيون؟ أول حاجة خص الحيط يكون فيه على الأقل 50 سنتيم في الداخل ديالو، سيتادير لو بيتون يكون غليظ وفي اي حيط. ثاني حاجه كنديروا لو تريتمون داكوستيك. هذا لو تريتمون داكوستيك راه مهم بزاف. علاش؟ تخيلوا معايا لوكال كيكون خاوي، ما فيه لا لي فوتوي، ما كيكونش لي رونجمون زعما لي مابل لي فوتوي الثلاجه داكشي كامل ما كيكونش. اشنو كتلقى؟ كتلقى واحد لو سون الى صفقتي كتسمع بحال هكذا. هذا كيكون مشكل خايب خصنا نداويه. وكيفاش كنداويه؟ كنديرو لي راي ابخي كنستفو فيهم لا لين دو فيغ، مورا لي دو فيغ كنديرو القبص اللي كيتسمى بي ا 13 وهو كندوبلوه. شحال ما دوبليتوه مزيانه. ابخي كتجي واحد الصباغه، هذيك الصباغه خاصه بلاكوستيك. ومن بعد كنديرو واحد التوب لا طوال، هذاك التوب حتى هو سبيسيالمون ديال ليزولاسيون. اش كيديروا هاد التوب هذا؟ كي اسوربي ليك لو سون. كيفاش هتاسوربي؟ غادي نفهمها لكم من بعد ان شاء الله في هذه الحلقه. الوغ بعد ما كنخدموا هاد التريتمون داكوستيك اللي كنقولوا ليها، كيجي الوقت فين غادي نحط البار وفين غادي نحط لي ميوزيسيان وفين غادي يجيو الكليان. لو ميوزيسيان كيخصو واحد بلاصه سبيسيال، ما تكونش صغيره بزاف وما تكونش كبيره بزاف وما يكونش قريب الكليان اللي جالس بزاف.
وعاوتاني ما خص يكون الحيط اللي فوق منه يكون قريب ليه، خص على الاقل يكون فيه 2 متر ونص في الطول. الوغ ملي كنلقاو فين حطينا الجروب وفين انستالينا لو بار وفين الكليان ديالنا غادي يجلسوا، كيجي الدور ديال لي مابل ولا لي رونجمون. اول حاجه خاص لي فوتوي من احسن يكونوا ديال العود. ثاني حاجه هادوك لي رونجمون اللي كيكونوا في البار ما خصهمش يكونوا تاع الزجاج، كيديروا بزاف تاع الصداع. والثالث حاجه هما لي طابلو، كتشوفوا في اي محل كتلقاوهم دايرين لي طابلو، ولكن هذاك الا دار ليه الزجاج حتى هو تيخلق لنا مشكل خايب. على الاقل الا بغى يدير الطابلو يديروه بالزجاج ولكن يكون غليظ. ملي المول محل كيسالي باللي مابل ولي رونجمون ولي فوتوي، اشنو كيبقى ليه؟ كيخصو انستالي لا سان ولا اللي كنقولو ليها بالمغربيه الخشابه. هذيك الخشبه خصها تكون مفيكسيه مزيان وصحيحه، ولا كان ديال العود ما خصش يكون الخوا ما بين العود والارض، خص يكون عامر لداخل، سينو غادي تبقى تسمع بواق بواق بواق، وغادا تسمع الرجلين ديال المغني والضربات ديال الباتور والباسيس كينقز وكيهبط. دونك خصها تكون خشبه صحيحه 500%. ابخي كيجي لانجينيور كيدير لانستالاسيون ديال لي كابل، سيتادير خاص الخيوط يجيو بعيد، في كيكون لانجينيور دو سون، في كيكون حاط لا طابل دو ميكساج اي لي زامبلي والمسائل كاملين ديالو باش كيسمعهم اون فاس. كي انستالي الخيوط كاملين وكيكونوا لي بواتي دو سين، هادوك اللي كيكونوا لاصقين في الحيط ولا تيكونوا لاصقين في لاسين في الارض، كنبرونشيو فيهم لي ميكرو ولا لي جاك كيمشيو غود للريجي عند لانجينيور دو سون. وبيان سور خاص داكشي يكون مدروس. علاش؟ خصنا نديرو حتى البلاصه ديال اليو اس بي، نديرو كاع لي زادابتور اللي كاينين خصنا نحطوهم ونديروهم في البواتي دو سين. ما تعرفش الواحد كيبغي يحط الايباد ديالو كيخصو يدير يو اس بي، واكثريه لي ملتي بريز، وكل لي ملتي بريز يكون عنده الروح ديالو كوم سا باش كيكون لينيرجي قويه عند الانسترومون ديالو وما كيعطيناش لي باراجيت. لانجينيور دو سون دوز الخيوطه، دوز لي باتش باي، دوز الضو، دوز كلشي. كيجي الدور ديال الماتيريال اللي هو من اهم شيء في الماتيريال. عندنا دو شوا، اما كنخدمو انالوجيك ولا كنخدمو نوميريك. في ليبوك كنا كنخدمو اكثريه بانالوجيك. اشنو هو الانالوجيك؟ انالوجيك كناخدو لا طابل دو ميكساج كبيره، كنزيدو عليها لي زامبلي، كنزيدو عليها ليكواليزور، كنزيدو عليها لي زيفي، وكنزيدو داكشي على حسب داكشي اللي بغينا نطلعو حنايا. نوميريك حاجه اخرى، نوميريك طبله وحده فيها كل شيء، فيها ليكواليزور، فيها لي زيفي، فيها حتى الكومبريسور، وفيها ميم كونيكسيون ديال الانترنت. هاد لي طاب دو ميكساج نوميريك اي سون ديجا با مال. علاش؟ حيت كل شيء كتشوفو قدامك بلا ما كتبقى تمشي فين هو الخيط، فين هو لومبلي، فين هو هذا، فين هو هذا، كتخربق. الوغ لا طاب دو ميكساج نوميريك كلشي كيبان لك قدامك وكتريقلو غير بحال هكذا تك 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 تيلتا هو، سي ديجا با مال. ولكن المشكله الا ما خديتيش اون طابل دو ميكساج نوميريك اللي كدير على الاقل بعشرات المليون راك ما خديتي والو. للاسف في المغرب كيبانو لي طابل دو ميكساج رخاص بزاف، وداكشي علاش كيكون لو سون خارج زيرو. كاين لي طاب دو ميكساج نوميريك خطيرين فحال ميداس، فحال الاندر هيت، ولكن هادو اي سون تري تري شير. الواعره فيهم المخيره فيهم كدير واحد 60 مليون، ولكن اذا عندك شي حاجه غير صغيره تقدر تافيستي ب 10 مليون عندك شي حاجه ديجا واعره. من بعد اللي كناخدو لا طاب دو ميكساج نوميريك كيكونوا معاها لي باف. لي باف خصهم يكونوا تري بيان انستالي. الا كانوا مثلا جوج ديال
لي ميديوم الفوق كيكونوا لتحت لي سوب اللي كنسميوهم لي باس هما كيوصلوا لي باس من التحت هما اللي كيزعزعوك سيتادير كاين بزاف اللي كيضروا قلبو وكيضروا دماغو كتجي الدوخه هنا اشنو كنديروا في هذه الحاله كنديروا لي فوتوي في الرجلين ديالهم كنديروا فيهم حتى هما الكاواتشو يكون عندهم واحد جوج ولا ثلاثه ديال السنتيم باش كيبلوكي ليك لو سون اللي يجي من تحت الارض لهذاك الفوتوي باش ما يزعزعكش بزاف ومن احسن يكون لوكال ولا الكلوب يكون فيه تابي هذيك تابي حتى هي كتاسوربي لو سون ومن بعد هذوك الفوقانيين فاش كيكونوا محطوطين فوق بحال هكذا كيكونوا بيان بلاسي اي كالكولي كيخصهم يكونوا جوج هنا ولكن على حسب طول ديال لوكال سيتادير الى كان لوكال كبير بزاف خصهم يكونوا جوج هنا وكنمشيو واحد 5 متر ولا 6 متر كنزيدو جوج اخرين عاوتاني علاش باش هادوك اللي الفوقانيين كيوصلهم لو سون الا كنتي جالس اللور وكانوا غير جوج تاع لي باف كيوصلك واحد لي فريكونس ولي فريكونس الاخرين ما كيوصلوكش دونك تباك اشنو كيوقع كيولي دماغك كيقلب على لي فريكونس اللي ناقصينو C'est-à-dire qu'il y a des gens qui calculent, qui calculent les basses ou les aigus, 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 فاش كيكون كيغني المغني الميكرو اش كيوقع كيغني تيخرجوا في لي باف كيمشيو للحيط الحيط الا ما كانش بيان ايزولي ولا في لي ابسورفور اش كيدير كيمشي كيضرب في الحيط وكيعاود يرجع الميكرو كيشدو وعاود كيضرب وكيرجع سيتادير كيولي صداع بزاف تخيلوا معايا فاش كتكونوا في الجبل كتقول عبد القادر C'est la même chose. Donc le son qui est qui drf le hayt ou qui rja. Fali hada ka duro absorbeur ou li qui drf le son ou ma ki khalliش yerja le microphone. Fash kan salium la table du mixage, kanchoufou backline. Ashna wa le backline? Le backline huwa matériel li ki koun fouq la scène ou ma ki tbeddelch. Fhal la batterie فحال لامبلي دو لا غيتار اي لامبلي دو لا باس فحال الا كنتي غادي تزيد بيركيسيون خاصها حتى هي تحط فحال الا كنتي غادي دير لي غوتور هادو كلهم كنسميوهم باك لاين اجي دوي شي شويه على باك لاين الباك لاين مثلا ان لامبلي ديال الغيتار ما خصوش يكون كبير بزاف وما خصوش يكون صغير بزاف لا ميم شوز لامبلي ديال لا باس تو ما خصوش يكون كبير بزاف ما خصوش يكون صغير لا باتري خصها تكون اون تري تري بون باتري وما تكونش كتزعزع بزاف ويكون العود ديالها مزيان عاد كاين الكرسي ديال الباتور الكرسي تا هو خصو يكون مهم يكون ستابيل ما كيلعبش بزاف وما كيخرجش الاصوات ديال ومن احسن الباترون اللي عنده شي شويه الفلوس يشري بيانو ويشري اون غيتار واعره ويشري اون باس علاش باش الموسيقيين الا كانوا كيتبدلوا لو سون ما عمره ما كيتبدل الوغ سي الباترون شرا الماتيريال كله واعر كيجي الدور ديال الميوزيسيان ان بون ميوزيسيان كيكون عنده اون تري بيل غيتار وكيكون عنده لي زيفي زوينين Les effets qui sont analogues ou qui sont numériques. Les effets analogiques, c'est l'in. Quand tu as les pédales, les mettages, l'équaliseur, compresseur, reverb et delay, ou la bruitie loi, ou la pédale volume, que tu as un très bon son. Numérique là, numérique, tu as une pédale, j'aime aller avec tout.
Alors le guitariste, il a une très bonne pédale numérique qui connaît خصو يعرف manipuler, خصو يعرف يختار les sons, ويعرف يبروغراميهم, ويعرف يادابتيهم sur scène حتى هما. فلذلك خاص يكون غيتاريست كيلعب مزيان ويكون اكتيف. عاد كيجي الدور تاع البيانيست, البيانيست خاصو حتى هو ما يكونش كيلعب بليسون بزاف, من احسن يكون كيلعب بلو سون ديال بيانو اكوستيك او لا لو سون ديال بيانو الكتريك او لا لو سون ديال اورغان او لا لو سون ديال لي فون ولا كيما كنقولوا ليها لي باد, ويقدر يلعب شي شويه تاع لي كويفر. كاين بزاف تاع لي بيانيست كيلعبوا بلي سون ديال ساكسوفون ديال كمانجات ديال لا فلوت ديال ترومبيت, هادشي كلشي كيدير الضجيج. علاش؟ اول حاجه الترومبيت ما غاديش تلقى في حالها في حال الترومبيتيست ديال بصح, ومن الاغلبيه فاش كتكون كتلعبها خصك ديما تكون كتلعبها في لي غام ميديوم, كتمشي كتلعب في لي غام اوغو كتدرك في ودنيك. ومن احسن بيانيس حتى هو يكون عنده لامبلي, ومن لامبلي كتمشي ديريكتومون للدي اي. هاد القضية تاع لي دي اي انا لاحظت في المغرب كيديروا لي دي اي كلهم بحال بحال. اوكي تقدر ديرهم كلهم بحال بحال من غير الجيتاريست. علاش الجيتاريست؟ الجيتاريست عنده دي اي بوكس خاصة. علاش؟ حيت كيخرج من بيدال ديال لي في كيخرج الدي اي بوكس اللي كتكون سبيسيال كتسبليتي ليك للصون وكتسيفطو لا سين. من بعد كيجي الدور ديال الباتور. الباتور خصو يكون بروفيسيونيل. علاش؟ حيت ملي كيكون كيلعب كتكون عنده لا فخاب, كاين اللي كيضرب بالجهد وكيصدعك وكاين اللي كيضرب بالجهد وكتجيك حلوه. هادشي علاش كنقولوا عنده اون تري بيل فخاب. شي شويه كيلعب لي رولمون بزاف, ما كيرصاش كل دوره ولا نص دوره كيدير لي رولمون, وكشويه كيلعب بالتباصل بزاف اللي كنسميوهم د السيمبال. ديما كيلعب لي رولمون وكيعطي بشاق دك 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 بشاق, وحتى دوك لي رولمون ما محسوبيش في الميزور. وبعد خطرات كتلقى شي باتور كيتعلق في اللي تفلق كيدير شي رولمون طويل حتى كيجيبها في راسو. من بعد كيجي الدور ديال الباسيست. الباسيست اغلبيه ما كيحتارموش اللعب ديالهم. الباسيست خصو يكون تري ديسيبليني. علاش؟ حيت هو ولا غروس كيس خصهم يكونوا خوت. لا غروس كيس هي الباترونه تاع لا باس, دونك خصو هو يتبع لا غروس كيس ويحترمها يقول لها نعم مسن, وما يكونش كيفرفر بزاف وما يكونش كيسلابي بزاف. يلعب دي نوت مع الكروس كيس, ويلا بغى مره مره يطلق شي لعيبات سامبل ساهلين باش ما يطيحش كونتر طون في الان. هذا بالنسبه لي ميزيسيان. لي ميزيسيان الا ما كانوش ديسيبليني بحال هكذا كيخرج واحد لو سون اللي كنقولوا ليه حنا باللغه الفصحى الضجيج منظم. الوغ ملي كيجي الميزيسيان مع ربعة العشية الكلوب وكيدير ساوند تشيك اللي كنقولو لها بفرنساوية لا بالانس مع دي زوطخ ميزيسيان, اش كيدير؟ كيتفاهم مع الانجينيور دو سون كيعطيه ان سون في الروتور كيقول ليه واش كتسمع مزيان, كيقول ليه وي, كيقول ليه عطيني الفوليوم ديالك لو ماكسيموم. كيعطيه الميزيسيان الفوليوم ما بين زيرو وواحد, كيخلي داكشي الاخر من بعد. ابخي في الليل فاش كيبغي يبدا يلعب كيبقى غادي كيطلع 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 حتى كيولي لو فوليوم ماكسيموم, وديك الساعه كيعطينا ساتوراسيون يعني هي ديستورسيون. الوغ لاكوستيك مقاده, الماتيريال
Ouais, le musicien bien répété régla le son dialo dans une très bonne balance. Les retours qui se m'ont bien, ou m'a bien dit le client, ou tout ce qui est donc, à ce qu'alina, b'qu'alina غير le client, il y a etna. للأسف في المغرب ما كيناش ثقافة ديال لايف ميوزيك. الكليان ما كيجيش يتموسق، كيجي ينشط. هي ما فيها عيب ينشط، ولكن ما يكونش إكستريم. الكليان خصو يهضر بشوية وما يكونش كيغوت بزاف. علاش؟ حيت هادوك لي ميكروفون اللي كاينين في لاسين كيجبدوا كل شيء، كيجبدوا الصوت ديال البنادم، كيجبدوا الصوت ديال الجاج، كيجبدوا الصوت ديال الكراسن ديال دوك التباصل اللي كيتحركوا، كلهم كيجبدوهم. علاش؟ حيت كاينين تقريبا تماك على الاقل واحد 12 ميكروفون. فلهذا فاش كيجيو الكليان كيقولوا الموسيقيين نقصوا عفاكم موسيقى بجهده. علاش؟ حيت هما ما جاوش يتموسقوا، جاوا يهضروا. الا بغيتي تهضر سير لداركم وريح وعرض على صحابك وجيبوا معاكم ما تشربوا، وديك الساعه هضر حتى لست الصباح. يلا سير حيد. الوغ من هذا الشيء كامل اللي هو تري بون ليزولاسيون، تري بون ماتيريال، تري بون ميوزيسيان، كل شيء وداك ما كيخرجش لو سون 100% فحال السي دي، ولكن كيبقى لو شارم ديال لايف ميوزيك. اوكي سادتي وسادتي، حبيبي حبيباتي، حلقة انتهت مع هذا الموضوع هذا اللي هو مهم جدا، وكنتمنى يكون عجبكم واستفدتوا منه. وإلا عندكم دي كيستيون في هذا الموضوع هذا كتبوا لي لي كومونتير، انا غادي نجاوبكم. ولا سيبطوا لي ان ايميل، انا نقدر نعاونكم الى كنتو بغيتو ديروا استوديو دونجيسترومون، نوريكم كيفاش كيدار ليزولاسيون لي تريتمون داكوستيك على الراس والعين. هكذا تنتهي هذه الحلقة، وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله.